الأستاذ زين السادات، مؤسس حركة وحدة الصف المصري والعربي. أهلا بك معنا ببوابة أخبار اليوم. أهلا وسهلا. في البداية نحب نعرف المشاهدين مين هو الأستاذ زين السادات. بسم الله الرحمن الرحيم. زين عصمت السادات، الاسم الأصلي زكريا عصمت السادات، والاسم الشهرة هو زين عصمت السادات. متزوج ولي 3 أبناء ولي حفيدين، وأنا خريج جامعة عين شمس لسانس أداب سنة 84-85، وبشتغل في التجارة وفي البيزنس، وكنت بشتغل في السياسة في بداية التسعينات. كنت عضو مجلس محلي مركز تلة بالمنوفية، ثم رئيس مجلس محلي مركز تلة في المنوفية حتى سنة 2000، عندما دخل شقيقي طلعت السياسة وأصبح مرشحا لمجلس الشعب معارض، فاضطريت أن أنا أبعد عن المجالس المحلية وأقف وراء شقيقي في الانتخابات. دي كانت بدايتي في السياسة وفي المجال العام، وكنت رئيس مجلس إدارة نادي السادات في ميتا والكوم في المنوفية، وعضو مجلس إدارة بالنادي بعد ذلك الحين، ثم عضو في نوادي الرياضية كثيرة في القاهرة وشرم الشيخ. طيب نحب نتعرف على حركة وحدة الصف المصري والعربي، إيه يعني الفكرة جت لحضرتك إزاي وإيه الهدف من إنشائها؟ هي الفكرة جت إن إحنا في الفترة الأونة الأخيرة لقيت إن في حاجة مش مظبوطة بتحصل في البلد. الإرهاب زاد في البلد، الأمن في تعب، الناس مصر مش بتحاول إن هي تقف مع الشعب، يقف مع الجيش والشرطة. الطيارات اللي في البلد لقيت كل طيار بيتكلم على هواه، الأحزاب مش لاقي لها وجود خالص، حاجة مش طبيعية. حركات كلها طالعة شبابية مش لاقي لها هدف، محدش عارف أولها من آخرها. فقررت إن أنا أعمل حاجة ما بقاش تقليدية اللي هي زي الأحزاب. قلت ده إن إحنا نعمل حركة وحدة الصف المصري العربي علشان نقدر إن إحنا نوحد كل الطبقات الشعب المصرية وكل الطيارات وكل الحركات وكل الأحزاب تبتدي تتحرك وتفكر في فكرة واحدة، مصر. كل هدفنا إن هم يفكروا معانا في مصر والوطن. لازم نفكر في الوطن حتى إن إحنا نعدي بيه بر الأمان إن شاء الله. طيب هل في دلالة أو رسالة معينة حضرتك بتحب توصلها من خلال اسم الحركة دي؟ طبعا الدلالة في نفس الاسم. انت حضرتك لما تيجي تقرأ الاسم وحدة الصف المصري العربي، وحدة الصف المصري العربي، المصري يعني ان احنا لازم كل المصريين بجميع اشكالهم وطبقاتهم ودياناتهم، فيش حاجة اسمها مسيحي ولا مسلم، ما فيش حاجة اسمها ليبرالي ولا سداتي ولا ناصري ولا يساري ولا اسلامي. كل ده لازم نفكر في مصر فقط وفي الوطن، هو ده اهم ما في الموضوع. ده بالنسبة للاسم لوحدة الصف المصري العربي. احنا شايفين اشقائنا العرب واقفين وقفة قوية جدا في ظهر مصر، ودي حاجة احنا بنشكرهم عليها جدا، عايزين ندعمها ونظبط الكلام ده معاهم او مع بعضينا، اللي بيها نبقى احنا وحدة صف عربي قوي في جميع المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، ونواجه كل المشاكل اللي ممكن تيجي للوطن العربي كله. بالنسبة للأشقاء العرب، حضرتك كنت حريص امبارح على المشاركة في العيد الوطني لدولة الكويت، ممكن تكلمنا عن حضورك امبارح؟
الحقيقة أنا كنت سعيد جدا بحضوري في الاحتفال بيوم الوطني لدولة الكويت. أنا رحت قلت أشكر السفير وأقول له يعني نهنيه باليوم ونشكره على وقفة الكويت ودولة الكويت وشعب الكويت مع مصر، وده حاجة مش جديدة عليهم. الناس دي ياما وقفت مع مصر وعملت مواقف كويسة، بعضها معلوم للناس وبعضها غير معلوم للناس، لان في طبعا حاجات صعب انها تتقال، لكن الناس دي وقفت مع مصر، وفي حرب 73 لازم الناس تبقى عارفة الناس دي وقفت مع مصر وقفة جامدة جدا، وكانت من الدول القوية جدا في ظهر مصر والحمد لله. طيب نرجع تاني للحركة، وعايزين نعرف مين هم الأعضاء المؤسسين مع حضرتك للحركة. الحركة مكونة من بداية زين السادات مؤسس، أمين الحركة راجل فاضل، راجل ذو خبرة سياسية واقتصادية وعلى المستوى المصري والعربي والعالمي، هو سيادة السفير الوزير محمد العرابي وزير الخارجية الأسبق، هو أمين عام الحركة معنا. بالنسبة للمنسق العام للحركة السيدة رانيا صدقي، هي المنسقة والمرتبة لجميع إجراءات الحركة وتصرفات الحركة. معنا المتحدث باسم الحركة والإعلامي معنا الفنان أحمد عبد الوارث، معنا المستشار والمقرر، المستشار الاستراتيجي والمقرر اللواء محمد الشهابي اللواء أركان حرب الكيماوية في مصر، ومعنا رجال أعمال بقى كتير، ده المكتب الأساسي. ومعنا طبعا في ناس مجهولة تعبانة وتشتغل معنا مجهولين في المكتب التنفيذي، بس يعني هم ممكن يكونوا يعني ما بيحبوش ان هم يتعرف مين هم، لكن لازم برضو نديهم حقهم معنا. في السيدة ابتهاج وفي الأستاذ أشرف بلال، دول اتنين مجهولين، والتالت المهندس عصام راجل يعني محترم، وهم يعني بيبذلوا جهد كبير. وطبعا في مكتب إعلامي قوي بيشتغل معانا علشان يوضح للناس ايه هي الحركة وفكرتها. عايزين نتعرف على خطة الحركة في الفترة الجاية في المحافظات، وان كان هيبقى ليها انتشار خارجي هيبقى فين وازاي؟ ان شاء الله اذا ربنا اذن لنا، احنا بنفكر بعد الاجتماع اللي هيتم غدا الخميس ببداية التحركات بتاعتنا في المحافظات، هنبدأ بمحافظتين يعني زي حلايب وشلاتين مثلا. بنفكر وان احنا ناخد قرار ان شاء الله بكرة بان احنا نزور شلاتين وحلايب ونقعد مع المشايخ ونقعد مع الشباب هناك ونشوف مشاكلهم ايه، ونقعد على امر الواقع ونحاول ان احنا نساعد في حل بعض هذه المشاكل. طبعا احنا مش هنقدر نحل كل المشاكل، لكن احنا هنساعد في ان احنا نحاول بقدر المستطاع نزق الحكومة، نزق رجال الأعمال اللي معانا في الحركة بعمل ما نقدر عليه لصالح أهلنا في المناطق النائية. طيب وفي الدول العربية برضو؟ بالنسبة للدول العربية إن شاء الله بعد ما نطلع رحلتين على الأقل لمصر داخل جمهورية مصر العربية، في تفكير إن احنا نطلع زيارات نشكر فيها الدول العربية ونشوف مدى التعاون ما بيننا في المجال الاجتماعي والمجال السياسي، ونحاول بقدر المستطاع ان احنا نقرب وجهات النظر لاي خلافات او اي مشاكل واقفة بين البلدين، ونفعل ونحاول نشوف موضوع الـ يعني رجال الاعمال ما بين الدول العربية ومصر، ان احنا نشجعهم بخلاف الحكومة عشان ما نحملش على الحكومة اكتر من اللازم. طيب كيفية الانضمام للحركة بيتم ازاي؟ الحركة احنا على الفيسبوك طبعا، ده امر طبيعي، موجودين على الفيسبوك ومعنا ناس كتير على الفيسبوك، لكن احنا في عضوية
وكل اللي بيحب ان هو يشترك معنا يا اما بنبعت له الاستماره يا اما هو بيشرفنا في المقر وبيملى العضويه وبيبقى معنا. طيب دعم الحركه يعني الدعم بتاعها بيتم ازاي؟ الدعم من المؤسسين وبعض رجال الاعمال المخلصين اللي ما بيحبوش ان حد يعرف عنهم حاجه، هم بيحاولوا ان هم بقدر المستطاع يساندوا الحركه لان هم عارفين ان هي حركه مخلصه وحركه يعني وطنيه. فالحمد لله اصدقائنا من رجال الاعمال المحترمين بيساهموا معانا، واحنا بنامل في ان هم يساهموا معانا في المشاريع الكبيره ان شاء الله اللي تخدم المناطق النائيه وتخدم اهلنا في مصر يعني. طيب حضرتك كرجل سياسه ومؤسس لحركه سياسيه، رايك ايه في التغيير الحكومه؟ وهل التوقيت مناسب للتغيير؟ ورايك في اختيار المهندس ابراهيم محلب رئيسا للوزراء؟ انا شايف ان ده اختيار موفق جدا، لان المهندس ابراهيم محلب راجل يعني من صغره وهو كان راجل مهندس في المقاولين العرب مجتهد، وده احنا عارفينه عنه شخصيا انه كان راجل عملي وبيشتغل ميداني مش من النوع اللي بيحب الكلام، وبنوع ان له اسلوب الصواب والعقاب مع الناس اللي بتشتغل معاه، وكان ناجح في كل المهام اللي اسندت اليه والحمد لله كان بيبقى ناجح فيها، وكان بيبقى قوي جدا في تصرفاته مع الناس، وكان ربنا بيوفقه، وده عشان هو انسان محترم ومعتدل وما هواش ينتمي لأي حزب سياسي ولا لأي تيار، هو راجل محب لمصر ومحب لوطنه، وده اللي نجحه ووصله للي هو فيه. طيب التوقيت نفسه شايفه مناسب لتغيير الحكومة؟ انا شايف التوقيت كويس، لان الناس كانت بدأت تتكلم كتير على حكومة الببلاوي على اساس ان هم برضو هو شخصيا وبعض الناس معاه لهم افكار وتيارات سياسية مش ماشية مع جموع الشعب المصري، فكان توقيت كويس. بيشكر عليه سعادة المستشار عدلي منصور على حكمته، وده راجل طبعا ذو خبرة وحكمة وراجل قدير في قراراته، واحنا بنحترم كل القرارات اللي بتطلع لصالح مصر وللوطن العربي. هل الحركة قررت انها تدعم شخص معين في انتخابات الرئاسة القادمة؟ الحركة وطوائفها بأعضائها عايزين مصري، شخص مصري لا ينتمي لحزب، لا ينتمي لتيار، لا ينتمي لفكر، احنا عايزين حد بيدور على مصر. انا مش عايز اغلط نفس الغلطة اللي غلطوها الناس في مصر ومشي ورا التيار الاسلامي وغرقنا. اجي النهاردة اجي ادور على اي تيار تاني او واحد لابس قميص تاني او واحد بيقلد حد، او انا عايز واحد مصري حر بيفكر. وبعدين الفترة اللي احنا فيها دي فترة ارهاب وفترة احنا فترة حرب، احنا لو يعني لو تأملنا شوية هنعرف ان احنا في فترة حرب فعلا، حرب مع الارهاب، حرب مع الدول الاجنبية اللي مش عايزة مصر تطلع للامام. ومش هننسى ولا هنقدر نقول غير ان الفترة اللي فاتت ديت ان كل الافكار اللي فكروا فيها الدول الغربية مع امريكا ان هم يشتتوا مصر او ان هم يعملوا اي حاجة زي ما عملوا في العراق وزي ما عملوا في ليبيا وزي ما عملوا في اليمن وفي تونس، عملوا حاجات كتير جم يعملوها في مصر، بس للأسف كان في واحد نصح قوي ليهم فربنا وفقه وهداه للخير وخلاه ان هو ياخد باله لان هو مؤمن بوطنه ومؤمن بمصريته، وده اللي احنا بنفكر فيه. احنا عايزين واحد يعني يكون فكره مصري بيدور على الوطن، ما بيدورش على ان هو عايز يعمل له زعامة او يقول لك انا تاريخ، ولما تيجي تدور على التاريخ مش هتلاقي تاريخ ولا هتلاقي جغرافيا، هتلاقي كله كلام في الهوى. فاحنا عايزين حد بيخاف على البلد بجد. طيب كلمة أخيرة الأستاذ زين السادات مؤسس حركة وحدة الصف المصري والعربي يحب يوجهها للشعب المصري. عايز أقول أنتوا شعب طيب وعاطفي وكريم، بس جت الفترة والمرحلة اللي جاية دي إن احنا نفكر بعقلنا بقى يا جماعة، خلوا العاطفة على جنب وخلوا الكرم على جنب دلوقتي، وتعالوا نفكر بعقلنا في اختيارنا للي يمثل مصر. احنا عايزين واحد مصري اصيل
ما بيفكرش غير في مصر وفي الوطن عشان نقدر نعدي البر الأمان، وكلنا نحط إيدينا في إيدين بعض علشان الفترة دي فترة الإرهاب الوحشة اللي داخلة على مصر والناس عايزة تقطع في مصر. فأنا عايز أقول للشعب المصري، يا شعب يا جميل يلي وقفتوا بجميع طوائفك برجالتك وبستاتك، على فكرة الستات دول وقفوا موقف جميل جدا، ويعني عايز أشيب بيهم إشادة خاصة فعلا، لأن ستات مصر يعني مش عايز أقول رجالة عشان ما يزعلوش مني، لكن هم فعلا ستات جمال حلوين وقت الشدة بيبانوا وبيقولوا لأ مصر فيها ناس عظماء، وما تنساش أن وراءهم كل عظيم من امرأة، مقولة جميلة. فأنا بحيي الشعب المصري وبقول ما نلتفش غير وراء اللي نشعر من قلبنا أن ده خايف على مصر فعلا. أستاذين السادات، في نهاية اللقاء بنشكر حضرتك وبنتمنى كل التوفيق لحركة وحدة الصف المصري والعربي. شكرا، وبدعمكم ووقفتكم ورانا ان شاء الله الحركة هتنفذ كل ما فيه الخير لصالح مصر متجردة من اي حاجة خالص. شكرا يا فندم.